الجائزين زوز رقم اختصاص كاب اختصاص كوس وتغيير اضطراري يفرض نفسه على خيارات الكوتش الاسباني الباسكي اوناي امري في الارسنال. ننتظر التغيير الاول اضطراري للمدرب اوناي امري. ذكركم في معطيات القمة مانشستر ارسنال هي مباريات تاريخيا في الكاس، عرفت 5 بطاقات حمراء، اولها كان في 99 نيلسون فيفاس لاعب ارسنال، وفي نفس السنه روي كين اسطوره مانشستر في 2005 خرج ورقه حمراء، خوزي ريس اللاعب المدريدي للاتلتيكو خرج ورقه حمراء، وفي 2008 رابع الورقات الحمراء كان ليفواري المدافع ايمانويل ايبوي في تشكيله الجانرز، واخر كارت احمر في قمه الكؤوس بين ارسنال ومانشستر يونايتد كان انخيل دي ماريا التانجو الارجنتيني، وخروجه بالحمراء في ماتش مارس 2015 في ربع النهائي اللي كسبوا وقتها ارسنال وتاهل، ثم ومن ثم اخذ طريق ويمبلي الطريق اللوتوسترادا باللقب الجديد. مانشستر ارسنال قلت التقدم التاريخي لليونايتد 86 لقاء 81 انتصار، ولكن بلغه الكؤوس نتكلم على كاس رابطه المحترفين 6 مواجهات. كره جول يمشي العرضيه وسهل للحارس روميرو جابها روميرو يمشي الكره الارجنتيني روميرو على نغمه التانجو طويله بعيده على أليكسي سانشيز والكره ترجع لفريق ونادي ارسنال. أرسنال حقق كل شيء في تاريخه، 13 دوري 13 كاس ألقاب أوروبية، ولكن فشل في تحقيق أهم تتويجات الشامبيونز ليج اللي لعب فيها فاينل وحيد، وخسروا بطريقة دراماتيكية في آخر ربع ساعة في سان دوني في فرنسا في باريس ضد البارسا مع فرانك ريكارد 2-1 وقت صامويل إيتو عادل الأرقام في الأخير، وباللاتي البرازيلي ضربهم بالثاني في الخواتيم في مباراة خرج فيها سول كامب ورقة حمراء في ورقة بين الأحمر والأبيض، الأحمرين والأبيضين مانشستر وأرسنال، كورة في اليمين واليسار تمشي عن طريق السريع القطار لينجارد، لينجارد قدم ثلاثة اس روميلو العب روميلو عاود له عاود له الكروس الآن يعطي العرضية ما ينجحش من الشيلي لاروخا تريد الشيلي يخسر الكورة تمشي عن طريق أوباميونغ، أوباميونغ في الريوك ممتاز والكورة تمشي وأوبي الثنائي الإفريقي يريد أن يلدغ مانشستر الإنجليز الكورة عن طريق وأوبي يدخل على اليسار يوزع كرة عرضية جاب ركنية النيجيري الجرين سوبر جيرلز. مباراة فيها ريتم، مباراة فيها محاولات، والآن نتكلم عن فرص محاولات من الجانبين بعد بداية الأرسنال، السرعة في ريتم وإيقاع أبنورمال. مباراة القمة هنا في استاد الإماريتس نلتقي فيه قمة الدور الرابع. على ذكر الامارات وكاس اسيا 2019 اليوم تبعنا نجاح وصعود مؤكد لفريق عربي الى نهائي الجمعه القادم هناك في ابو ظبي. الامارات قطر سيمي فاينل واليابان وايران الثاني، ولو ان 11 مان تلعب الكره عن طريق الاروقه والكلوار يمشي اندير هيريرا حط الكره جابها لوكاكو جابها لوكاكو أليكسي سانشيز والهدف الاول لمانشستر يونايتد. انه اليونايتد يا ساده ينسى الولادة لأنه ابن أرسنال ويميل إلى الوسادة وهي مانشستر يونايتد. أضرب سجل واصل التألق، أشكون باش يوقفك أشكون باش يوقفك يا ابن مولدي. شوف الكرة شوف الأتاك حلوة برشا، أندر هيريرا يلعب على روميلو روميلو طلب الكرة فما شوف سايد كسر التسلل رقم 15 والكرة من أليكسيس لعب عيال يسجل للكبار مع الكبار وللكبار فقط أليكسيس سانشيز الجوليادور للجانرز يسجل 1-0 يعدي تشيك يفسخ تشيك يسقط تشيك يطيح تشيك سامحني يا تشيك انا أليكسي بين التسعة بتاع الاحمر مانشستر وبين التسعة بتاع الابيض ارسنال ماذا درت وفماش تسلل جات دبابة يمشي المارشال المارشال روميلو الثاني الثاني خلاص 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 خلاص
في عز الجليل. هذا هو لوكاكو يا سادة، روميلو يقضي على أرسنال، وندوز كورة اثنين، مازال تريس، وينك يا ريكي يا مارتين؟ شوف الخرجة، شوف الكونتر اتاك، شوف الكونتر، ولا واحد يقابل، ولا واحد شاد سيفو قابلني. ينطلق الاتاك فما شوف سايد باس الكولوار ولا أروع، ينطلق روميلو، لوكاكو هز راسه حد ساقيه، الدفاع النوم في العسل، الدفاع نني نني جاك النوم، حتى الكورة يا مهموم في الشبكة الثاني. مانشستر لم يظلمك يا جانرس، 2-0 اليونايتد. تغير التعامل مع اللاعبين، لاعبين عندهم قيمة أكيد ثابتة، مش يلعبوا في مانشستر بالأكتاف، يلعبوا لأنهم أسماء كبيرة. مع جوزي مورينيو القسوة ما تجيبش، التكبر ما يجيبش، الغرور في بعض الأوقات والتعامل الصعب مع النجوم ما يجيبش. الآن ابن مول ولد النرويج عرف يكلمهم كلاعب قديم في الفريق، كمانشستراوي أب عن جد، عرف منين يدخل لهم، عرف كيف يكلمهم. إمرا يخسر الريان أسبوع بعد الانتصار على فريق تشيلسي، يستعد للخروج من الكاس ضد فريق مانشستر يونايتد. كالدولار مرة طالع مرة فوق، كي سعر البترول أنت إمري، مرة تظهر لنا مدرب كبير كبير برشا، ومرة تظهر مدرب على مراد الله. ترجع الكرة الانطلاق لم تنتهي بعد، اضرب الكرة بعد، الكرة رجعت والصورة تتواصل والصورة تتقدم بألوانها عبر بين سبورتس قناة الحصرية، قناة الحصرية. تمشي الكرة مرة ثانية لانطلاق الهجومي، وابي 2-1 تولع، 2-1 تولع، وروميرو يقول روميرو يقول هي تولع وانا نطفي. انتصارات بالعبور في الكاس، قولوا لي انتهت؟ في رايي ما انتهتش 100%، لكن تقريب باع وروح، لانه صعب مانشستر يضيع مباراة اليوم الا اذا لوكاكو، روميلو شوف فاندير يعطي روميلو اسيست نمبر 1، يحط الكره لسانشيز في الجول نمبر 1. وريني التو، شوف الهربه، شوف رفعه الراس، يعطي احلى باس لاخر لينغارد كانه شاط بينالتي، حط الكره في الشبكه. أمريكو باميونغ يسجل الهدف، هي كرة الهدف، هي كرة العودة، هي كرة الروح، هي كرة الأرسنال الذي يقول نمرض ولا نموت، نتعثر ولا نسقط. أي شوت إمري يقول استنى علي شوية معلق، سأكسب الرهان وأصل إلى قادم الأدوار بالاحتياطي، وقتها نضرب عصفور بحجرة واحدة أو أكثر من عصفور بحجرة واحدة. أني رتحت الأساسيين، أني تأهلت على مانشستر العنيد، وأني فكرت في الرابع من أجل أغلى شامبيونز ليج، لكن حاليا لا، الحق مع ابن مولد، الآن الحق مع النرويجي. 2-1 يهرب يوصل رامسي، إيرون الدفاع يتباطى، والكرة أرتيتا وحده في حلم من كل مراقبة ومن كل متابعة، وقع والكرة من ماتيتش كارليتك ملا ماتش. ولو لاحظتوا معايا المخالفات تقريب الكرة ما وقفتش، فماش لا فاولات لا كرة في التماس، الكرة في المستطيل الأخضر. أليكسي سانشيز حلوة، عودة لينغارد، يمشي بالكرة روميلو، سيناريو الهدف الثاني، روميلو عمل كنترول، يمشي لوكاكو، يتقدم شيطان بلجيكا، حاط الكرة روميلو، لوكاكو ولكن بعيد على بول بوبا، ولا أقرب منها بيتر تشيك. 3 دقائق في صناعة أحداث الشوط الأول، الإثارة متواصلة يا سادة. أوبا جاهم أوبا، يمشي بالكرة، رقم 15 ديلس حاط الكرة، 2-2 الآن، متقوليش يرجع الكرة لسنان، سيناريو ممكن، لم تنتهي بعد معركة الكبار، كرة ترجع للجانرز، ميلوس 2-2 ولا كازيت ألكساندر يضيع الصيد الثمين قدام روميرو. شوت مانشستر أرسنال، ماذا عسايا نقول؟ 3 أهداف في رقم، 10 فرص في رقم ثاني، فرص بالجملة وريتم، كورة ما وقفتش، إمري وإثارة التحصل على التعادل، ومانشستر أولي جونر في فرحة التقدم الآني، ولكن ما زال الشوط الثاني. أوباميونغ أوبا يتفوق بشكل واضح، يمشي بيرمريك فمش تسلل، يمشي كمل ألعب سنتر، وزع الكروس، 2-2 والكورة في ركنية لأرسنال.
ارسنال في تاريخي لهذه الروح. فريق ما يسلمش، فريق ما يعرفش كلمة استسلام. استسلام، انسحبنا، خرجنا، خسرنا، خلاص ما عادش نرجع، ليست موجودة في قاموس الأحمر الأبيض أرسنال. ترجع كرة ركنية، ركنية لفريق أرسنال بعد ثلاثة صافرة بوز. الناس الكل ترتاح، نرتاح الناس الكل من ريتم مجنون، الماتش مجنون، لقاء كبير ومجنون بين أرسنال ومانشستر في لقاء كله جنون. الرأسية والدفاع والتماس، آخر الثواني، آخر اللحظات، كرة أخرى خطيرة، العرضية على القائم الثاني والرأسية وفرصة التعادل، ومش ممكن، مش ممكن. مانشستر يعاني وأرسنال يحاصر مانشستر في الركن. أرسنال يحاصر مانشستر في الركن يا سادة. ترجع الكرة على ضربة ركنية، ركنية جديدة. اللحظات الأخيرة مهمة. الصمود، الصمود يا مانشستر، العبور في كرة للتعادل يا أرسنال. الركنية وينو راس، والكرة تضرب الراس من الدفاع، أضرب كما جات. لا، أرجع الكرة لكسيسي ضيعها، يمشي أوباميونغ في التوب اليوم، مباراة روعة عالمية من بيير إمريك. تمشي الكرة لكازيت، يوسع كرة هي والراسية. روميرو يتابع، روميرو يراقب وأنا أتابع. ومباراة، مباراة خوش، مباراة ملا، مباراة يا لا من مباراة، روعة مباراة، قيمة شوت في قيمة كورة في قمة الدور الرابع. أليكسي سانشيز 1-0 لينجر، قال باي باي الميدان. سأعود بالكلمة من جديد الآن للزميل عصام الشوالي. عصام تفضل الكلمة. في اتجاهات الفريق الارسنالي، الارسنال 61% مقابل 39% بوسيشن، الاستحواذ 3 كرات مقابل 2 على المرمى، يعني الكورتين بتاع مانشستر كانوا في الشباك، 7 محاولات هجوميه مقابل 4، دائما في تفوق فريق الدار، والركنيات 4-2 دائما في صالح ارسنال. ولكن السيطره المدنيه ما تعنيش الانتصار، على الاقل في نهايه الشوط الاول. الشوط الثاني، الماكينه الهجوميه لارسنال قادره على العوده عن طريق اوباميونغ. والكرة خطيرة وهدف التعادل، ولكن الرائع روميرو موعودين بشوط للخرافة للتحكيه. الأجداد يوم آخر للإحفاد عن ذات يوم وعن ذات يناير، ومباراة في الأفريكا بين يونايتد وأرسنال من سوفينير الفوتبول. 2-1 أرسنال أو مانشستر، التعادل قريب والكرة بعيدة. روميرو، يونغ، شو، بيلي، ليندولف، ماتيتش، إيريرا، بوغبا، لينغارد، سانشيز، لوكاكو، تشكيلة المدرب. أو حتى 4-3 المباراة هذه موعودين ماتش كبير وأهداف كثيرة. يمشي بالكرة نادي أرسنال، الإمكانية للعودة، جحيم أرسنال متواصل على يونايتد في الشوط الثاني. الكرة من لاكازيت، 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 فما إعاقة فما لا، الكرة لعب باوصل، والكرة ترجع لليونايتد عن طريق روميرو لوكاكو. يانغ والدفاع، والكرة بالدفاع أرسنالي، كرة للجانرز، حس هدف التعادل قريب. إذا يواصل أرسنال بهذا التفوق، الكرة تمشي عن طريق أوبي، أوبي، أوبي يفتح الكرة، والتوزيع على القائم الثاني خطيرة، والرأسية ترجع منطقة الستة أمتار. يضرب الكرة إريك بيلي، ضغط رهيب على اليونايتد. إلى متى سيصمد يونايتد؟ ومتى سيعبر هجوم وأتاك أرسنال؟ كرة للجانرز، كرة للأرسنال، كرة عن طريق لمين؟ نيلس. هات الكرة عن طريق بيير إمريك أوباميونغ. أوباميونغ اليوم على الأطراف، تقريب هو اختيار هيريرا. يمشي لينغارد، لينغارد حاط الكرة، أليكسي سانشيز، سانشيز 5 أهداف بألوان الشاتي الحمر بعد 80 بقميص الكنارس. يمشي بالكرة لينغارد، لينغارد والثاني الأهداف، لينغارد الهدف الثاني رايع، وقف كرة وفي ثانية ضرب الكرة في الشبكة. 2-0 وقتها قبل ما يعيد توزيع الأوراق من جديد الرائع الكابوني بيير إمريك الفهد أوباميونغ. مطالب كما هكا نادي مانشستر أن يشد الكرة ويمررها لأكثر وقت، يحاول يكسر ريتم تاع أرسنال المتحفز ومتواجد اليوم رغم الخيارات بالتشكيلة تقريبا الثانية. ترجع الكرة مرة أخرى، ماتيتش، ماتيتش، لكن نذكر أنه المدرب أولي جونر سولشاير عنده برشا أوراق في الدكة، عنده مارسيال، عنده طبعا الرائع والهدف.
الهدف ماركوس راشفورد عنده خوان ماتا اللي في اخر 10 مباريات ضد انديه البريمير ليج في الافي كاب سجل 3 وصنع 8 وبالتالي قد يكون ورقه رابحه لفريق مانشستر يونايتد. ملكي الكؤوس 25 كاس في استاد الإميريتس 13 بطولة للجانرس ريكور 12 لوصيفه في الرقم القياسي مانشستر والكرة تمشي لليونايتد عن طريق يونغ كرة تتهيأ من القائد الكابتن المانشستر اليونايتد محاولة الهدف الثالث الضربة القاضية أمام دفاع حش من خصم أرسنالي.